العبد إذا تعلم لابد يعمل. قبل أن يعلم هذا لا يؤاخذ. أنت الآن تعلمت لابد تعمل. المسيء في رجل كان يصلي بسرعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الصلاة. لم يأمر بقضاء الصلوات الفائتة كلها. لماذا؟ لأنه كان لا يعرف. الآن يعرف، لابد يطبق يعمل. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال العباد. شكرا.